فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذهبت إلى مكان وكان فيه تصوير، فهل يجب علي أن أخرج من هذا المكان ولا أجلس فيه؟ إذا كان تنكر عليهم ويمتنعون فتبقى في المكان، أما إذا كان ما يقبلون اخرج من المكان. والآن مع الأسف التصوير صار في الأعراس، صار في الأعراس الآن، ويجون الأطفال وكل معه كاميرا ويصورون، وصار حضور حفلات الزواج فيه منكرات ما تستطيع أن تزيلها فلا تحضرها. نعم فضيلة الشيخ، حتى النساء معهم تصوير وحتى البلاء كله الآن. نعم.